اهلا بكم. خادم السحر اللي مربوط في الجسد، عايزك تعرف انك يا اخي كريم في بداية اكلك للسحر بتحس ان بطنك متحجرة، مش قادر انك انت تاخد نفسك، وبعد كده بيجي لك امساك، ثم بعد ذلك بتحس ان في حركة بتحصل في معدتك، حركة دائرية او حركة شمال يمين، بعد ذلك بتحس ان في حاجة كده بتمشي في جسمك زي النمل، يعني تحس بتنميل في كل جسمك. بعض الناس بتنهار اجسامها فبتروح لطبيب واثنين وثلاثة، الطب ما بيقدرش ان هو يشخص الحالة، بيقول لك مش لاقيين ان انت عندك اي تعب او اي عارض طبي عندنا. ممكن تروح لطبيب نفسي برضه ما يقدرش ان هو يشخص حالتك، ده بيكون عباره عن بدايه اصابتك بالسحر. وعايزك تعرف ان خادم السحر اللي بيكون موجود جواك بيصبح مربوط في جسمك. قبل ما نعرف ايه هي الاعراض بتاعته، عايزك انك انت تدوس لايك وتضغط زر سبسكرايب وتفعل الجرس لو انت اول مره بتسمعني، وخلونا نبدا مع بعض. اخي الكريم، عايزك تعرف انك انت لما تعرض نفسك على راقي، الراقي اللي بيكون موجود قدامك وبيرقيك بيبقى فاهم ايه الحاله اللي انت فيها لو الراقي ده ذكي. فبالتالي لما يبدا القراءة بيحضر جن اللي موجود في الجسم. ممكن الجن ده يكون ساحر، ايوة، في بعض الشياطين بيكونوا سحرة وبيعمل اعراض، زي منها مثلا يعمل الحركة ديت، او تبص تلاقيه يعمل كده للراقي، او تبص تلاقيه يعمل على البطن كده، او تبص تلاقيه يعمل بصبعه كده اشارات. اعرف ان الجن اللي موجود قدامك ده ساحر، فما تحاولش انك انت تركز عليه في القراءة، واديله تنبيه، فهمه انك انت بتقرأ على اللي موجودين حواليه وانك انت عايزه يشاهد ويشوف ايه اللي بيحصل. بيجي الجن اللي موجود ده لو هو ساحر بيشوف اللي حواليه عمال بيقع او عمال مثلا بيموت، او ربنا سبحانه وتعالى بينزل عليهم صواعق من السماء، زي ما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب الفتاوى، ذكر ذلك القاضي الشبلي في كتاب اكامل مرجان في احكام الجان. ذكر ان شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول ان الانسان اللي بيرقي حد ما يستهينش بالرقية ديت، لان كم من صريع من الجن بيقع، كم من قطين من الجن بيسقط امام القراءة اللي انت بتقرأها يا اخي الكريم. اعرف ان الايات القرآنية اللي بتخرج منك ديت بتروح عليهم كالنار، بتروح عليهم يعني سبحان الله، يعني بتكون بمثابة حرب، انت اللي بتكون منتصر فيها. وتعرف يا اخي الكريم ان ربنا سبحانه وتعالى هينصرك، لان جند الله عز وجل هم اللي بينتصروا في اي شيء. وتعرف انك انت داخل في حرب جديدة جدا، عشان كده خادم السحر لما بيكون مربوط في الجسم بيديك علامات لما بيطلع قدامك، ما تحاولش انك انت تركز بالقراءة عليه. لو انت ما حاولتش انك انت تركز بالقراءة عليه، او ان انت لو ماشي على برنامج علاج معين ما تركزش على اللي في جسمك، ركز على اللي حوالين الجسد، لان اللي حوالين الجسد بيبقى فيه خادم سحر مرسل، بيبقى فيه نوع تاني من الجن بيسمى الجن الحارس او الساحر. اما المربوط ده ما بيكونش لا حول ليه ولا قوة. بعض الرقاة لما بيقرأ على الحالة يبص يلاقي ان في واحد بيضحك، والتاني بيجي يعيط، والتالت بيجي يتنطط، والرابع بيعمل حركات تدل على ان هو جن ثعبان، وتحس ايضا في الخامس انه بيعمل لك حركات الجن الطيار. فيبقى الشخص مش عارف في الجسد اللي قدامه ده كام شيطان، او كام خادم سحر، او كام جن مربوط، ما تعرفش، لانك انت اللي دفعت نفسك للنقطة ديت. اما لو انت بقى ركزت على الجن الخارجي، بيجي خادم السحر اللي موجود في الجسد لو هو مربوط بيشوف ان الجن اللي حواليه عمال بيتسقط، عمال بيقع، عمال بيموت، وهو ما فيش اي حاجة بتحصل له، فبيجي يساعدك. لما بيساعدك ممكن يعرفك مكان السحر فين، ممكن ايضا يديلك اشارة على نوع السحر، ممكن يتكلم معاك بعد كده ويبقى في حاجة اسمها مكاشفة، يبقى الشخص اللي انت بتقرأ عليه من غير ما تعمل اي حاجة يقول لك يا شيخ انا شايف ان انا واقف على عتبة بيتنا، او ان انا شايف ان انا موجود في مكان كذا، بدون اي شيء وبدون اي سبب. اللي بيديك الاشارة ديت الشيطان اللي موجود جواه. بعض الرقاة هنا بيستخدموا طريقة اسمها المكاشفة، البعض الاخر بيقول لك ان هي شرعية، والبعض بيقول لك غير شرعية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اعرضوا علي رقاكم. فالرقية اللي كانت موافقة للقرآن وموافقة للسنة كان بيقبل بيها، فطالما ان الامر ما فيهوش اي مخالفة لا للقرآن ولا للسنة فلا بأس به. ايه الحرك فيه يا اخي الكريم؟ ليه تحرموا؟ المهم ان طريقة المكاشفة ديت بيجي الشيطان اللي موجود في الجسد بيدلك على مكان السحر من خلالها، وفي بعض الناس بيستخدموها. ايضا خادم السحر اللي بيكون موجود في الجسم ما بيصيبش الجسم باي تعب، فيبقى الانسان بعد ما كان بيعاني مثلا من الام في الظهر، بيعاني من الام في المعده، جسمه كله بيوجعه، ضربات قلب متسارعه، مثلا صداع ماسكه، رجله مش قادر يحركها، يجي له مثلا خوف، يجي له رهبه، يجي له توتر، يجي له حاله من الارق، ما هوش عارف ينام، ما هوش عارف يجتمع مع الاخرين، عنده دايما وسواس قهري، كل الاعراض دي بتختفي نهائيا. ليه؟
ليه؟ لأن الراقي اللي استخدم أسلوب العلاج ذكي، فهم الشيطان اللي موجود، هل هو مجبر على أمره ولا لا؟ هل هو مربوط في الجسم ولا لا؟ هل هو ساحر أيضا ولا لا؟ فلما يجي إن موجود داخل الجسد يلاقي إن كل الضرب بيبقى على اللي بره، وهو ما فيش أي حاجة بتحصل له، بالتالي ما بيعملش أي مشكلة في الجسد. لكن بعض الرقاة لما يروح يقرأ على حالة، تبص تلاقي ان الشيطان بيعمل لك كده، يعني بيقول لك انا ساحر، او بيعمل لك حركات غريبه باصابعه، ايضا بيقول لك انا ساحر، يعني ان انا داخل معاك في تحدي، انت تفك وانا اجدد، انت تفك وانا اجدد. طب مين اللي بيتاذى قدامك؟ اللي بيتاذى الشخص اللي موجود. واوعك انك انت تتكلم مع الشيطان، او انك انت لما يكون الشيطان موجود في الجسد تفتح معاه موضوع كلام، لان لو فتحت معاه موضوع اعرف ان هو مش صادق في اي كلمه هيقولها لك، هو بيقول لك كده مجرد اي كلام. يعني مثلا من اللي عمل السحر يقول لك فلانه، ويشوف الشيطان العداوه مع الشخص المصاب بتكون فين، في اي اطار بالظبط، ويعمل لك فتنه، فيصبح الانسان بدل ما هو عايز يتعالج بيدور من اللي سحره، ودي مصيبه كبيره جدا بتقابل رقاه كتير قوي، وللاسف الشديد بيخرجوا عن نمط الرقيه وبيخرجوا عن العلاج عشان يعرفوا مين اللي عمل السحر، وفي الاخر ما يعرفوش مين اللي عمل السحر. لذلك يا اخي الكريم عايزك تعرف ان خادم السحر المربوط في الجسد بيبقى ايضا في حاله حرب معاك. لو انت ماشي على برنامج رقيه معين ما تركز على العارض اللي موجود جواك، ركز على الجن الخارجي، وحاول دايما وانت بتقرا القران كده تقول لو في اي حاجه في جسمي انا بقرا على الحاجات اللي هي بتساعدك على كده، ما بقراش عليك انت، وارجو من الله عز وجل ان تتوب او انك انت تخرج من جسمي نهائيا. فتيجي انت لما تفضل ماشي على علاج معين فيجي خادم السحر اللي موجود جواك حتى لو كافر، صدقني بيتاثر بالاعمال اللي انت بتعملها، لو اعمال صالحة بيتأثر بافعالك، بيتأثر بطريقتك، بيتأثر بلجوءك لربنا سبحانه وتعالى، فبيحاول ان هو ايه يساعدك حتى انك انت تعرف فين السحر، او يساعدك من الانسان اللي حسدك لو انت عندك شيطان حسد. ودي طرق هنتكلم عنها بعد كده، ازاي انك انت تخلي الشيطان اللي موجود جواك يدلك على مكان السحر بطريقة قرآنية ما فيهاش اي شيء مخالف للشريعة، لان ربما يكون اللي موجود جواك حتى لو ساحر مجبور ان هو يخش جسمك، فلما يشوف صلاحك ولما يشوف مقاومتك في العلاج ولما يشوف طريقتك في العلاج يحاول ان هو يسيب جسمك نهائيا، ويحاول ان هو يخرج من الجسد بطريقه سلسه، حتى ان الاعراض اللي انت بتعاني منها لو في تعطيل في الدراسه، لو في تعطيل في العمل، تعطيل في الرزق، تعطيل في اي حاجه بتواجهك في حياتك، تبص تلاقي ان الشيطان استسلم خالص وما بقاش يقاومك نهائيا. عرفت مين هو خادم السحر المربوط، وعرفت انت ليه موضوع علاجك بيطول، عشان انت انت بتشتغل على اللي موجود في جسمك، ما بتشتغلش لا على الساحر، ولا بتشتغل على المدد اللي بيحصل من مملكة إبليس ليك، ولا بتشتغل على الجن الخارجي، فبتظل طول عمرك في علاج. تقضي على شيطان يجي لك شيطان تاني، تقضي على شيطان يجي لك شيطان تاني، عادي. وتبدأ بقى في حالة حرب، وحتى انت ذات نفسك بتلاحظ ان الشيطان اللي كان موجود جواك، لو انت يعني الانسان المسحور بيعرف ان نوع الجن اللي موجود جوايا اختلف، الراقي ذات نفسه بيندهش، مش دي الطريقه اللي كنت بتتكلم بيها، مش دي الطريقه اللي كنت بتتعامل معايا بيها، بيعرف ان الشيطان اتغير. طب هو الشيطان اتغير ليه؟ لان التاني خلاص تعب. ما هو التاني لو انت جيت اشتغلت على اللي حواليه وسبته هو في الجسم، تمام، وبعد كده ركزت عليه هو، بعد ما تخلص على اللي حواليه هيقول لك انا طالع، وهتبص تلاقي ايه الايد ذات نفسها بتنتفض، والشخص ذات نفسه هيحس بحاله الخروج. ليه؟ لانك انت خدت اللي محيطين بيه، هو ما يقدرش يطلع لعده اسباب. السبب الاول ان ممكن يكون الساحر ده آسر حد من أهله، إن لو طلع الساحر ممكن يقتله، أو بيحاول إن هو يبقى قوي بين قرنائه، أو مثلا بيستمتع بالجسد، يعني الإنسان يعني آكل شارب نايم معاك، فإيه الفايدة إن هو يخرج؟ وبعضهم بيكون بيستمتع بمعاناة الجسد، وده لما يكون الجن يعني إيه ساحر وبيبقى عنده مبادئ تانية ومذاهب تانية، بعدين هنتكلم عنها فيما بعد. وربما ان الشيطان عايز ان هو يترقى ويصبح ارقى منزلة عند ابليس وجنوده، فيحاول ان هو يظل في الجسد ويحاول ان هو يستحمل. والبعض الاخر مع اول اذى بيتعرض ليه من قراءة القرآن بيقول لك خلاص انا عايز امشي، تمام. فلازم انك انت تكون عندك صبر،
ولازم يكون عندك في القراءة يعني إيه ذكاء وفراسة، حتى لو أنت ماشي على برنامج علاجي بنفسك، خلي عندك فراسة يا أخي الكريم، اشتغل على الجن الخارجي، ما تشتغلش على اللي جواك في البداية، لأن اللي جواك ده هيجيب لك أحلام تقول لك فين السحر، هيجيب لك رؤى تعرفك مين حتى اللي سحرك، وربما يساعدك على إنك أنت تستخرج السحر، وبعد كده تبص تلاقي جميع الأعراض اللي كنت بتعاني منها أيا كانت الأعراض الكتيرة تلاقيها اختفت من عندك نهائيا. وأي راقي بيركز على الجن لما بيكون موجود في الجسد على خادم السحر نفسه عشان يقتله أو عشان يعذبه بالقراءة، بتبص تلاقي إن جسم الإنسان منهار لمدة 3-4 أيام مش قادر يتحرك، تمام، ويفضل بقى خادم السحر يقول لك انت مش تعبتني، انت مش جيت عليا، طب انت اذيتني، خلاص انا هشتغل لك بقى على الحاله ديت. فتبص تلاقي الحاله كل شويه في انتكاسه، كل شويه في تعب شكل، كل شويه في الم شكل، لكن الراقي الذكي بيقرا على الحاله ممكن 3 دقائق، يبص الانسان يلاقي ان كل الاعراض اللي عنده اختفت، كل الحاجات اللي بيشتكي منها اختفت، كل الالام راحت كأن شيئا لم يكن. ليه؟ لأن خادم السحر عارف إن الراقي اللي قدامه ذكي، وعارف إن الراقي اللي قدامه مش عايز يضره، وعارف إن الراقي اللي قدامه باصص للشياطين اللي محيطة بيه، وعارف إن ربما إن اللي موجود في الجسد ده مستضعف لا حول لي ولا قوة. عشان كده يا أخي الكريم لازم لما تيجي تعمل أي برنامج علاجي تركز على خادم السحر الخارجي، وتركز على الجن الخارجي، وما تركزش على اللي مربوط جواك. اللي مربوط جواك ده هو ذات نفسه متضرر ومتأذي أكتر ما أنت متأذي، فاشتغل على اللي حواليك إن شاء الرحمن تزول كل الأعراض اللي موجودة عندك. حامل رقية صغيرة عشان تعرف أنت عندك جن مربوط في جسمك ولا لأ من خلال الرقية ديت، فعايزك إنك أنت تقوم تتوضى دلوقتي وتغمض عينك. ها؟ اتوضيت؟ طيب غمضت عينك؟ عايزك بقى تركز معايا في الدقائق المعدودة اللي جاية دي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد المريد اللعين من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. خليك مغمض عينك. بسم الله. تنتفخ المعدة إذا كان فيها خادم سحر مربوط بأمر الله. تنتفخ المعدة إذا كان فيها خادم سحر مربوط بأمر الله. تنتفخ المعدة إذا كان فيها خادم سحر مربوط بأمر الله. تنمل القدم اليسار الآن. تنمل القدم اليسار واليد اليسار. بسم الله. بسم الله. بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد المريد اللعين من همزه ونفه ونفخه. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حصل معك ايه؟ انتفخت معدتك؟ نمل دراعك الشمال؟ طب نملت رجلك؟ لو حصل معك كده يا اخي كريم، اعرف ان انت عندك سحر مربوط في المعدة، فلازم انك انت تخرج السحر ده، تمام؟ ولازم انك انت تركز على الجن الخارجي زي ما قلت لك. وعشان تخرج السحر ده لازم تذهب لاي عطار، اسأله على اي شيء او اي عشبة بتساعد على استخراج السحر المأكول. في اعشاب كتيرة جدا، منها الترياء، منها مثلا الرواند، حسب ما العطار يوصف لك العشبة خدها وحاول انك انت تستخدمها لو ما فيهاش ضرر عليك. الامر الثاني، او انك انت لازم تشرب ماء مقرى عليه سورة البقرة لمدة 41 يوم. خلي كل المية اللي انت بتشربها يا اخي الكريم مقري عليها سورة البقرة او مقري عليها ايات السحر. كل المية اللي انت بتشربها لمدة 41 يوم لحد ما يتجدد الدم بتاعك في الجسم، حتى استمر لمدة 6 شهور عشان الدورة الدموية كلها تتجدد، يبقى الماء اللي انت شربه كله تمام
ما قرا عليه، فيبدا السحر لو موجود في الدم او منتشر في الاعصاب ومنتشر في الجسد يتلاشى نهائيا باذن الله جل وعلا. هي هتطول معاك شويه، بس خليك دايما على الماء المقري عليه، او تاخد عشبه تساعدك على الترجيع، انت حسب الخيار اللي تختاره والشيء اللي قلبك يرضى بيه. الامر الثاني، حاول انك انت تحصن نفسك دايما يا اخي كريم، وحاول انك انت لما يجي لك راقي لو انت بتعاني من سحر وعارف ان فيك خادم سحر، قول له اشتغل على الجن الخارجي وسيب الجن اللي موجود جوه وهي للآخر، بعد كده خليه يشتغل على الجن اللي موجود جواك، هتبص تلاقيه بيخرج، وهتلاقي انت ذات نفسك طريقة العلاج بتاعتك اختلفت، وهتبص تلاقي ان التعب اللي كنت بتعاني منه بعد اي قراءة وحالات الانتكاس وحالات تجديد السحر توقفت عندك تماما. ليك اطيب تحيات، انا اخوك يوسف احمد. لو عجبك المقطع ده ما تنساش انك انت تدوس لايك وتضغط زر سبسكرايب وتفعل الجرس وتشاره لاصحابك واصدقائك، فالدلع الخير كفاعله. دمتم فود، في امان.